بعد غياب طويل رجعنا لكم تاني بحلقة جديدة وفكرة جديدة. معظم الأسئلة اللي بتوصلني تقريبا نوعين، أول نوع إما من طلبة عاوزين يسألوا عن المجال وفي الغالب أسئلتهم بتكون تركيبتها غلط أو بمعنى أصح ما بتكونش جملة مفيدة، وده أنا متفهمه جدا بسبب إن ما عندوش معلومات كافية عن الموضوع، وأحب أقولك إن أغلبيتنا كان كده. النوع التاني من الأسئلة بيكون من خريجين جدد أو لسه بادئ حياته المهنية في نفس المجال، وبيبقى عاوز يعرف معلومات تفهمه إزاي يبدأ ويبتدي منين. ولذلك فكرنا بفكرة وعملنا حلقة النهاردة عشان أعرض عليكم الفكرة دي، بس خليها بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مقدمة من قناة رقميات. قبل ما أبدأ، شكر واجب لكل الناس اللي بعتت لي تسأل عن غيابي عن اليوتيوب، وبعتذر جدا جدا للناس اللي ما قدرتش أرد عليها، لأن فعلا الفترة اللي فاتت كان عندي كذا موضوع واخد جهدي وتفكيري، فشكرا جزيلا على سؤالكم ودعواتكم وجزاكم الله كل خير. نرجع للفكرة، هي حاجة جديدة هنعملها في مجتمع رقميات، ولو حبيتوا هنستمر فيها على طول إن شاء الله. هنعمل كراش كورسز مجاني 100%، هيبقى نوعين من الكراش كورسز بيغطوا النوعين من الأسئلة اللي اتكلمنا عنهم في أول الحلقة. أول نوع من الكراش كورس هيبقى خاص بالطلبة، والنوع الثاني هيبقى خاص بالناس اللي لسه بدأ حياتها العملية. طيب دي الفكرة، إيه هي آلية التنفيذ؟ آلية التنفيذ أولا زي ما قلت الكورسات مجانية 100%، ثانيا هناخد مجموعة من الكورس الأول ومجموعة من الكورس الثاني، وكل مجموعة بحد أقصى 5 أفراد. ثالث حاجة طبعا الكورس أونلاين هيبقى في عن طريق برنامج زوم أو مشابه، لسه ما قررتش على البرنامج. رابعا طريقة التقديم للكورس، هيبقى في هتلاقيه في خانة الوصف، حضرتك هتبعت لي ايميل في الاسم والسن ودراستك ورقم تليفونك على الواتساب. هنختار 5 من اللي بعته، وطبعا في الاغلب هيبقى اول 5، وهعمل جروب واتساب. الجروب ده مش جروب دائم، الجروب ده هيبقى مدته مدة الكورس، لان هنتفق فيه على المواعيد اللي هتناسب الناس دي، وخصوصا ان الناس دي ممكن تكون من دول مختلفة، بلاس ان احنا هنبعت عليه اللينك الاونلاين في الاجتماع بتاعنا او المحاضرات بتاعتنا. لسه ما حددتش هتبقى كام محاضرة، لان بالفعل الموضوع جديد، فعدد المحاضرات هيعتمد على اسئلة. وبعد ما نخلص هناخد الخمس أسامي اللي بعد كده، ولو لقيت الناس عجبها الموضوع وبعتوا كتير ممكن نخلي مجموعتين من كل نوع كورس. ولكن خلينا ما نسبقش الأحداث، وكفاية في الأول مجموعة واحدة وعلى أساسها هنقيم إذا كان الموضوع مفيد أصلا ولا لا. وبس كده، دي كانت الفكرة. أما بالنسبة للحلقات اللي هي خاصة بالبي ال سي والإنسترومنتيشن، إن شاء الله هنركز عليهم الفترة القادمة. ودي كانت كل حاجة في حلقتنا النهاردة، ولا تنسونا بصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.